بيتك رحت شفته اللي هو بيت عمرك اللي كنت عامله، ليك ما أجمله وليك كيف صار نتيجة الحرب. هلا هذا بيت انا على اطراف العاصمه ساويته وسكنت فيه. وارجو بالبدايه اني اوضح شغله، لا اقول بدافع يعني بمحرض الشكوى ولا لا لا يعني، لا لا خلينا لا لا نكون لا لا مشان لا لا نكون لا يعني، لحتى لانه يساء فهمه احيانا حضرتك الواحد. أكبر من هيك بكتير. اي حبيبتي، بقى هذا بيت انا بنيت فيه بيتي الحلم. هذه الواجهه رسم لي اياها، نحت لي اياها صديقي، بوجه له تحية الدكتور فؤاد دحدوح، نحات سوري معروف، معروف جدا، بوجه له وكنت تحية طبعا. أتشارك فيه أنا وأولادي، وكنت عامل مثل كومباوند صغير عيش فيه العائلة جميعا، بيبعد عن دمشق 20 كيلو.